تفاصيل أكثر حول هذه المواضيع. ينضم إلي صهيب جابر الصحفي من غزة عنتاب عبر سكايب. أهلا بك صهيب، وأبدأ معك بالخبر الأخير. ومصادر تتحدث عن اتفاق بين قسد والنظام لإدارة المنشآت النفطية شرق سوريا، ماذا لديك من معلومات؟ نعم، بداية أحييكم والسادة المشاهدين. حقيقة التبادل هو، وإن كان هذا الإعلان هو حديثا، وإنما هذا التبادل منذ العام 2012 وبعد هذه الأعوام أيضا مستمر حتى اللحظة. كل التوثيقات متواجدة لدينا عن التبادل التجاري والتبادل النفطي والاتفاقيات والعقود بين نظام الأسد وبين قسد في مناطق حقول النفط في المنطقة الشرقية. حقل العمر في دير الزور والذي تتخذه قسد مركزا لها ينتج يوميا أكثر من 15,000 برميل نفط خام، هو حقل بالرغم أنه حقل غير مؤهل، ترسل قسد أكثر من 300 برميل يوميا إلى مناطق النظام. طبعا هنا نتحدث عن حقل واحد فقط، ولم نتحدث بعد عن حقل كونيكو الغاز الذي ينتج يوميا نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبر طبعا منطقة نفوذ مشترك روسية أمريكية بالإضافة لتواجد عناصر قسد فيه. طبعا بالمناسبة هذا التبادل النفطي منذ العام 2012 كما ذكرت قبل قليل، وليس كلام عبثي وإنما بعقود مبرمة بين الطرفان، هذه نسخة عنها وسأرسل نسخة أخرى. هذه العقود تنص على أن التبادل النفطي هو برضا من النظام، والعقود موقعة من الأمين العام لرئاسة مجلس وزراء النظام تيسير الزعبي، وهنالك أسماء أيضا موضحة في هذه العقود. هي أبرمت في العام 2012، أبرمت في أوائل العام 2012 بين الطرفان، بين وحدات الحماية الكردية، حين ذاك لم تكن قسد بعد موجودة، ولكن وحدات يابقة ووحدات بيدة هي المسيطرة وهي عمود قسد الفقري. منذ ذلك الوقت هنالك تعاون بين الطرفان، طبعا هذا علاوة على التداور على إدارة هذه الحقول، خاصة إن تحدثنا عن دير الزور، هنالك تداور في السيطرة على هذه الحقول في نفس الوقت بشكل يومي بين قسد النظام وبين تنظيم الدولة بالمنطقة. هذه الحقول على سبيل المثال في ضفتي نهر الفرات هنالك حقل التنك يوميا خلال ساعات الليل تسيطر عليه تنظيم الدولة، ثم صباحا يدخل إليه مقاتلو قسد. نفس الأمر في الضفة الغربية، ضفة الشامية، هنالك حقول نفطية يسيطر عليها خلال ساعات الليل ويستفيد منها التنظيم، وصباحا تدار من قبل نظام الأسد. هنالك طبعا أيضا حديث آخر في هذا السياق هو عن السيطرة والعودة تدريجيا لنظام الأسد إلى هذه المناطق، المنطقة الشرقية. هنالك تفاوض منذ شهرين تقريبا على عودة دوائر النظام إلى مدينة الرقة، إلى مدينة القامشلي أيضا والحسكة، وهذا الأمر بات جليا، هو ليس أمرا مخفيا، بالإضافة أيضا إلى الإعلان الرسمي والصريح من قسد خلال معارك النظام في ريف إدلب الشرقي عن إمداد النظام أو فتح طريق لوجستي باتجاه هذه المناطق، وفتح النظام طرقا من شرق سوريا باتجاه عفرين حينما كانت معارك عفرين مستمرة. هذا التبادل سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية اللوجستية ولا الناحية التبادل النفطي او التبادل الاقتصادي مستمر، وهنالك وسطاء ايضا مثل حسام القاطرجي هو وسيط بين الطرفان في دير الزور وفي مناطق اخرى، هنالك تاجر اخر يدعى النحاس ايضا وكان وسيطا للمفاوضات بين التنظيم وبين قسد في عده مراحل، بالاضافه ايضا الى الصفقات المبرمه المعلنه بين تنظيم الدولة وبين قسد وبين النظام، والتي طيب أعلنت إن كانت القلمون الغربي أو إن كانت الرقة في المشفى الوطني أو غيرها. طيب صهيب، ما هو موقف أمريكا من هذا الاتفاق إذا حددناه؟ يعني هذا الاتفاق أنت تحدثت بأن هذه الاتفاقات يعني تجري من 2012، ولكن ما هو موقف أمريكا من هذه الاتفاقات بين قسد والنظام، يعني كون الأمريكان يسيطرون على أبار النفط تحديدا شرق الفرات؟ الولايات المتحدة هي تعتبر هذه النقاط هي نقاط عسكرية بحتة في هذه المنطقة، هذه النقاط هي تحصن الولايات المتحدة تحصن هذه النقاط، وخصوصا حقل العمر النفطي الذي حولته إلى قاعدة عسكرية، تستقطب التعزيزات من معبر سيمالكا بالقرب من الحدود العراقية، دخل إلى المنطقة تعزيزات إيطالية وفرنسية منذ فترة. هذا ما يهم الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. ثم بالدرجة الثانية لا
مانع إن كانت طبعا أتحدث من المنطق والمنطلق الذي تتواجد فيه الولايات المتحدة، لا مانع لهم إن استفادوا من النفط. نحن نتحدث الآن بالنسبة للكميات اليومية التي يرسلها قسد إلى النظام أكثر من 300 برميل، هذا هو عدد ضئيل يعتبر، الباقي بالطبع تستفيد منه قسد ويستفيد منه التحالف، ولكن بالنسبة للتحالف في الدرجة الأولى حماية هذه القواعد وجعلها قواعدا أساسية تصل فيها مناطق العراق أو قواعدها في العراق والمنطقة الشرقية بشكل عام هو الهدف الأساسي. نعم، أشكرك على هذه التفاصيل والمعلومات. صهيب جابر صحفي من غزة عن تاب عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.